مرحبا يا حلوين، حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لازم يوصلكم كل شي جديد. جاهزين لقصة اليوم؟ قصتنا اليوم تحكي عن فتى اسمه رامي والبرتقالة. كملوا القصة للآخر. استيقظ رامي في الصباح وراح يلعب ويجري بكرته الحمراء. هنا وهناك ثم وجد البرتقالة على الأرض في منزله، فقال سوف أخذها البرتقالة وألعب بها مثل الكرة في الحديقة. ثم أخذ البرتقالة وظل يلعب بها ويرميها هنا وهناك. ثم سمع رامي صوتا يبكي. تعجب رامي من هذا الصوت وحاول أن يتعرف عليه، وكانت المفاجأة عندما عرف أنها من البرتقالة الصوت. فسألها رامي لماذا تبكي؟ فقالت وهي في غاية الغضب هل تعرف من أنا؟ فقال رامي أنت طبعا برتقالة. فقالت هل تعرف ماذا تفعل بي؟ فقال نعم، ألعب وأجري وأقذفك هنا وهناك. فقالت وهي تبكي ماذا تقول؟ فأنا برتقالة ولست كرة، أنا مخلوق مثلك تماما. هل تحب أن يلعب بك أحدا ويقذفك هنا وهناك كما تفعل بي؟ لقد خلقني الله سبحانه وتعالى، وهم فيمكنك أن تستفيد بكل جزء مني. فيمكنك مثلا أن تصنع مني عصير، يمكنك أيضا أن تصنع مني كيكة حلوة أو تأكلني كده بعد تقشيري، وكمان أنك تأخذ قشر وتعمل منه رائحة جميلة في الطعام. فذهب الولد حائرا يسأل والدته وقال لها ما سمع من البرتقالة. فقالت لها الأم فعلا يا بني، البرتقالة لها فائدة كبيرة في حياتنا، فالله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه الثمار لتعطينا الفيتامينات والزيوت المهمة لأجسامنا، تعطينا الصحة والحيوية وتمنع عنا نزلات البرد والزكام. والآن هل عرفت أنك أخطأت في حق البرتقالة ويجب أن تعتذر لها؟ ذهب رامي إلى البرتقالة واعتذر لها وقال سامحيني لن ألعب بك مرة ثانية. وامتنع رامي عن اللعب بالبرتقالة، وأصبح كل يوم يشرب عصيرا من البرتقال لأنه تأكد أن البرتقال مهم جدا للصحة وخلقه الله للاستفادة منه ليس اللعب به. علموا الأطفال كذلك الأمر.